خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا حول أكاذيب وشائعات القنوات الإخوانية من تركيا وغيرها من الدول. هسيبكم الأول مع تقرير عن حلوى مولد النبي. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونروح ونرجع بعد الفاصل. استنونا. جنبا إلى جنب، جامع السيدة زينب بالحي القاهري القديم تستقبل الشوارع أفراح المصريين وعاداتهم، وتحتفل بها معهم عن طريق محلاتها. ومع اقتراب موعد المولد النبوي تفترش الشوارع في المنطقة بشوادر بيع حلوى المولد التي تعتبر عادة أصيلة يحرص عليها المصريون رغم كل ظروفهم الاقتصادية. أنت عشان تاخدي علبة تخش لك في 300 جنيه، بيقول لك الكيلو ب50، عشان توزن من كل العيل كل واحد حاجه واحده هتلمي لك 250 جنيه 200 جنيه 300 جنيه فحرام. المفروض الحاجات تهدى شويه. السنه اللي فاتت اشتريت وكانت الحاجه طازه وحلوه، والسنه دي برضو الحاجه جودتها كويسه الحمد لله. يكفي انه قدام جامع السيده يعني حاجه جميله يعني، لا نفس الجوده ونفس النوعيه، بل بتزيد هنا كمان. وبعدين في ميزه انك بتنقي، ممكن تروح اي محل كبير مش هتعرف تنقي. تعد منطقة السيدة زينب سوقا واسعة لشراء مختلف لوازم المولد النبوي التي لا تقف عند الحلوى فقط، وتتميز السوق بوجود انواع وجودات مختلفة للحلوى لتناسب الجميع. الاسعار الحمد لله في المتناول للجميع، عندنا جميع الحلاوة اللي عندنا هنا بالمكسرات، اغلبيتها بالمكسرات وحلوة، وفي حاجات ب30 جنيه وفي حاجات بخمسة وب60 جنيه، وفي حاجات يعني في حاجات رخيصة جدا يعني، والعرايس برضو نفس الحكاية. الحاجات يعني الحمد لله رب العالمين في المتناول للجميع يعني، ما فيهاش يعني ولا عالي ولا واطي يعني، كله زي بعض. هذه مناسبة بمناسبة سيدنا النبي يعني، ما اقدرش امنعها يعني، لو راح لبنتي راح لابني، ما حتى لو الظروف حتى ابسط الامور هقل الندر يعني، هجيب حاجة على قد مش قادر ابطلها لا. ورغم ان الاسعار مشابهه بشكل كبير لاسعار العام الماضي، فان السوق تشهد اقبالا اقل من المتوسط قبيل المولد بايام قليله، بجانب شكاوى بعض من غير القادرين على مواكبه هذه العاده السنويه.